السعادة من أين تنبع؟ من القلب. إذا كان الإنسان يعيش في هموم تعشش في عقله، سعيد هذا الإنسان؟ إذا كان الإنسان عندما يريد أن يرقد مئات الأفكار تأتيه وتحتوشه وتقوده إلى يعني أحلام وأشياء، ينتصف الليل هو أصلا بيسهر بطبيعة الحال بعد منتصف الليل، لكن يكاد يطلع الفجر وهو لم يرقد بعد، هذا بيكون سعيد؟ أبدا ما بيكون سعيد. السعادة هي الحال التي يكون فيها القلب يرفرف فرحا، يرفرف فرحا، والعقل يكون خاليا من الهموم والأكدار. ومن الذي يفعل ذلك؟ بيد مين؟ قلبك بيد الباري، فكرك بيد مين؟ بيد الباري سبحانه وتعالى. فأنت عندما تكون مع الله يكون الله معك، ومعنى كونه معك يسعدك، يتجلى على قلبك بالسرور، تأكل عن على بكرة أكل بسيطة بسيطة جدا لكن تتهنى بها بشكل ذاك تنتابه الغصة تلو الغصة. نعم. وهكذا طعامك سائغ، شرابك سائغ، أمنك مستتب. نعم. ثم أنت مع الله. نعم. هذه المجالس لست محروما منها بشكل من الأشكال. فأسأل الله عز وجل أن يرزق إخواننا الذين أغدق الله عز وجل عليهم من نعمه الكثير والكثير، أسأل الله أن يرزقهم هذا الشعور الذي رزقكم إياه والذي يقودكم إلى مثل هذه المجالس.